المساعدة على اللقاء، وأن يكون لقاءنا لقاء الشعر والموسيقى، وأن يكون محاضرنا العميد إليا فرانسيس الصافي، واحدا من أفضل العارفين بهما معا. وكيف تستطيع أن تقدم بنبذة العميد إليا وهو شقيق الجبل البديع في بهاء الموسيقى والوطنية، وهو العميد المستحق في قوى الأمن الداخلي، يحمل راية الموسيقى فيها ويقود مؤسستها، الأصيلة التي تجاوز عمرها اليوم 150 سنة وما زالت تجدد شبابها. بفضل جهود قواتها وإخلاصهم، وقد شهد أهلها أن العميد قد احتضنها وطورها، فقالوا فيه وأقتبس إن عطاءه قد اكتمل بقيادته لموسيقى قوى الأمن الداخلي. ورثت مجد الموسيقى وقد حافظ عليها وحمى آلاتها خلال سنوات الحرب وكأنها ملكه الخاص، فكان له في ضمير المؤسسة كل تقدير. وهو بعد الدارس الدكتور الأستاذ في الأدب في حقل لا تقاربه إلا القلة التي تذوقت فنون الأدب والموسيقى وتعمدت بجمالاتها، فقاربت الشعر مقاربة عاشق الألحان، وقاربت الموسيقى مقاربة الشاعر المنشد كما قالت العرب، فسمت القصيدة النشيد أو المنشدة. ولقد راود حقلا كأنه بكر بالنسبة إلى المتأدبين، وشعر بأن مكافأة الشعر والموسيقى تستحق الحب فعشق، وتستحق الصبر فصبر، وسار تأنيا كأنه يتعهد حقلا جبليا يريد أن يمهد فيه للخضرة والربيع والنزهة الممتعة الهانئة. وعندما أتيح له الانطلاق في العمل، أعد دراسة أكاديمية عن تاريخ موسيقى الأمن الداخلي في نشأتها وتطورها، وساهم في تأسيس قسم التربية الموسيقية في كلية التربية، وكان منسقا له لسنوات عديدة، وصار أستاذا محاضرا في الجامعة اللبنانية منذ 1997، وفي الجامعة الألمانية والكونسيرفاتوار الوطني وغيرها، وساهم في تقييم الكثير من الأطروحات، وألقى الكثير من المحاضرات عن رؤيته هذه في الجامعة الأمريكية ودار الأوبرا في القاهرة ومجلس الفكر اللبناني في فرنسا وفي مؤسسات أخرى كثيرة. وقام بمبادرة إنسانية مميزة بمعاونة مرشدية السجون والكونسيرفاتوار، فأدخل إلى قلب السجون نشاط العلاج بواسطة الموسيقى. لحن الكثير، وتابع أهل الغناء والموسيقى حتى كبارهم، ينصح وينقد نقد العارفين فيتقبلون ذلك بالرضا، لأنه عارف عدل وناقد حق وأستاذ مدقق محب. يفعل كل ذلك بخفر المتواضعين الصادقين الذين لا يطلبون لغير أصالة الفن ورفعته مرتبة. وكان في نجاحاته متواضعا وفي تعبه سعيدا. لم نره إلا مبتسما إلا عندما أبكى الوديع في رحيله كل لبنان، فكيف لا يبكي الشقيق الذي جعل صورته بساما دائما؟ هو الذي نال التنويه والأوسمة في لبنان ومن العالم كله ومن الرئيس الفرنسي جاك شيراك، وما زال يشد إلى صدره وسام البديع قلب القلب. كأنه البخيرة التي تحمي وتذكر وتهدي كما فعل العرب بلبنان وفنه عمرا، فجعل الذواقة عشاق الفن الأصيل يشعرون بأن الله قد أنعم عليهم عندما جعلهم يعيشون في عصر البديع، وعصر الكبار الذين حموا أصالة هذا الوطن الجريح، فكانوا بلسم شراحنا وعزاء قلوبنا، وجعلوا لبنان أيقونة الحضارية في كل موضع من الدنيا. وقد حان أن تستمعوا إليه
فلنفعل ذلك معا. Thank you.
الملك ونعم الوكيل. وتنسي انا ما زلت قد اجي. انت قبل لي كيف بتهدي يا حبيبتي؟ بيضتي هاليوم خليك بيك ويامك يا رب. يا اخي اسلج صدري فوزك العالي الرفيع لاخي ايليا حبيبي قلبي. وانتم كلكم اخوتنا الليل وكلكم اهلنا وكلكم ولادنا واحفادنا. الله ما يحرمنا منكم وخلينا اياكم شعب ورسميين وكرسي ودوله. عاش لبنان وعشتم احبائي. هلا وسهلا. Thank you.
هون حروف المد الالف والواو والياء لم تشبع لانه اللحن شو عامل فيها؟ ذلك يعني شربنا قلبه ابدا جاي ابدا او مش ابدا جاي ابدا يعني معقول ابدا صادم ربه لما استسمان بحره بره ذره الشرقين بكفي لفته بالرف شو معناته؟ لا من صفات الشعر الغنائي انه يكون شو؟ مفهوم مخرجه حروفه تكون سهله ويفهم لكي يحفظ اذا بدها تجي الغنيه ضل عليها ثلاث ساعات افهم شو بدها معانيها كلماته قاسيه من صفات الشعر الغنائي مش الشعر الإلقائي انه يكون شو؟ سهل المفهوم ومخارج حروفه سهله حتى يحفظ والا لا شو بدنا نعمل غنيه او نشيد ما بقعد يحفظوا الاولاد اذا ما فهموه صح او لا؟ فاذا إذا أن رفته بره مالئ القطبين، مين بدك يشرح لي إياها؟ حدا بده يشرحها؟ أنا ما فهمت شخصيا. أنا ما قدرت أفهم. أوكي. متفاهمين على الموضوع؟ كلمات شو؟ قاسي مانا شعر غنائي، مكفي. اسمه، عزه، منذ، انتبهوا يا شباب على ثلاث كلمات ورا بعض. التقاءهم، اسمه، حرف صفير، اسمه، عزه، زين. منذ التقاء الميم والنون والذال مع بعضهم. ما حدا بيقولها منذ. ما حدا بده يلفظهم موضوع على الصراحه مع الموسيقى يا مزو يا مزو يعني كلمه سوري بابا يعني ولا مره لفظت منذ لالتقاء الميم والنون والذال مع بعضهم ولا مره ربيت ولا مره بيجزوا معه بعدين حروف صفير ورا بعضهم كانت حروف صفير بنفس الشكل كثير اسمه عزو وبزو كان ولا مره لقيت منذ فاذا بنغيره لازم نغيره لانه ما عم نفهم معاني قاسيه مخارج حروفه قاسي طيب وبعدين اوكي مجده ارزه رمزه انا بدي اسال حدا منكم حافظه كله؟ بسعود اكيد بسعود فاذا حبيبتي هلا انا وياك حافظين اللحن بس مش حافظين الكلام كثير قاسي وانا من دعاة انه شو؟ لانه الشعر الغنائي يمتاز عن الشعر الالقائي بيقول لي مره الاستاذ سعيد العقل رح اشوفه هلا الله يطول بعمره بيقول لي بلي سخرته لست فيروز الله يطول عمرها كمان عظيمه والرحابه قال لي الشعر الفاخر لا يغنى قلت له مي لحن ولي سخرته من اين يا زلمه الذي استثمرته اصابه هلا بسالكم شو معناتها اذا حدا بدري يقول شوي كم الشعر ما له غنائي شعر القائي يعني للنخبه من الناس بينما الشعر لازم كمان كل العالم يعني نص العالم تفهمه على الاقل لكي يحفظ خصوصا الشعر الغنائي مش عم بحكي الالقائي يعني. اوكي؟ بدكم تميزوا بين هيدا وبين هيدا. اوكي؟ يعني رجعنا هيدا سؤال بس المشكلة اللي عم تقول لما حدا حافظه لأنه للأسف وين ما التقينا ما حدا بحط ثلاث مقاطع بالزمانات أنا فرضتها بالجامعة ثلاث مقاطع إجاني الجواب إنه الناس بتزهق 100% لأنه دقيقة أو 30 ثانية طويل نعم طويل كمان بس أنا ما بشوف نعم معلش انا مثل كلنا بنسافر الالعاب ما بشوف حدا بيقطش المرسيدس بالنص ابدا بيقطش النشيد الامريكاني بالنص او الطلياني بربعه اذا كان معمول انا ما عم شارع بالنسبه للكلام اذا كان معمول ثلاث مقاطع من المفروض اعمل كل ثلاث مقاطع اذا بدهم يحطوه بس مقطع بدون الكلمات ينحط موسيقى لانه رفرنس وكلام وصعب بس احط وصعب يعني تصديقا لكلام حضرتك من اطول الاناشيد الوطني طويل. معك انا معك بهيدي بدنا نحطه كله يعني حط ثلاث مقاطع فيه شوي طويل ومخارج حروفه صعبه حروفه صعبه اللفظ هذا مش عم نستمر لانه عم نفرض عليه انه ما يحطوه الى حد ما يعني الاناشيد الباقيين عم بقول عنها حضرتك مثلا اناشيد الفرنساوي بثلاث دقائق ما في دقيقه ما في دقيقه ونص بيكون خالص بالمسلسل نحن اذا بدنا نعمل ثلاث مقاطع مع الرفرانات في رفران بنص زي في مقاطع لوازم موسيقية بالنص بياخذ أربع دقايق خمس دقايق بتحب تسمعوا كله؟ معلش عم بحكي كخيال مع الرفران مع اللازمة أو الأحلى اللوازم الموسيقية اللي جوا بين المقطع والمقطع بياخذ خمس دقايق تقريبا مع إضافة لدي صعوبة معانيه أحيانا ولي مخارج حروفه القاسية كرمال هيك أنا من دعاك تفضل مايسترو فين تفضل سيد مجرد أنا بعتقد بس إنه في لحن نعم انا بعتقد انه هيدا لحن بعدين حط كلام انا 100% معك 100% معك لانه
سيد يوسف حبيبي وزميلي، ما التقى وديع صبرا برشيطه؟ فرض علينا فرضا من الفرنسيين. لا لا عم بقول لك عمل اللحن ونحط الكلمات. كثير عامل اليوم معمول بيحضروا الحين اجنبي وبركوا لي اي كلام بصير محيرين شو بيعملوا الاحرف. 100% سيد يوسف. شو اسمها اربع احرف؟ وتصحح الكلمه العربيه الفصحى عم بحكي. بالعربي يكون ملحن يقدر ياخذ نص بالعربي. 100% طب اي نشيد دخلي معقول يرضى من وعي الزمن ثلاث اوقات ما بيرضى شيء من وعي في احترام الكلمه يجب. انا معكم اوكي بشكرك سيد جوزيف. انا برايك حبيبي اوكي انا الاوراق حطيتكم بايديكم فاذا حروفه صعبه معاني كمان صعبة منه شعر غنائي والستركتور تبعه أنا جزمت وقتها وقلت له نغيره ونعمل نجد جديد إنه ينعمل نجنة نعمله أبسط لحن جديد عمره صار من 1927 يعني عمره صار 80 سنة يعني بكفي وقت كل العالم غير شو مشكلة غيره أنا هيدا برأيي أنا لأني كنت علم وسيد جوزيف كان يعلم في صعوبة في الحفظ وللفظ دكور منه شعر غنائي شعر إلقائي أوكي صح بدنا شعر غنائي نشيد نغني أوكي النموذج الثاني حبيبي خلصنا من نشيد وطني أوكي عم تطول عليكم شيء أو متضايقين شيء؟ لا في نشيد قوى الأمن الداخلي دقيقة أوكي نشيد قوى الأمن الداخلي أنا لحنته وماني مقتنع فيه عم بلوم نفسي شو يعني مصداقية إنه واحد يلوم نفسه بالأول ما هيك؟ وقت لحنته أنا كنت صغير بعدني بعد طريق العود في موسيقى الأولمبية في كنت مونيزة بس لما كبرت والأستاذ وديع خيي قال لي خيي لازم يتغير هذا النشيد اقتنعت وتغير النشيد طبعا رح سمعكم الاثنين رح نسمع نشيد قوة الأمن الداخلي كلمات الله يرحمه الأستاذ خيي قوة قوة الأمن معقول الواحد يقول قول قصد كان خيرش حروف معقول حلو وشرف
سيد إيلي. إيلي. نادى في قاف مع القاف الثاني. مش إيلي. أنا محمد. لازم محمد. فإذا كمان معاني صعبة. مخارج حروف صعبة. وكمان فشلنا فيه من طولة من الداخل. فردها كثير. من هم فردها كثير؟ أمير مطوشن. كل معاني مجازية أو انت بغتي بالمعنى. يعني الصوت بتجيبه من عندك. أمي لم تشك السيف العسكري العادي ما بيفهم هالشغل. فإذا ما قدر يوصل للعسكر ما قدرنا قلعنا فيه. حتى قال لي الأستاذ وديع خيي الله يرحمه، قال لي خيي في عندكم نشيد كثير حلو أنا بدي أغنيه، رح سمعكم فيه. تغير نشيد كولم وصار أنا من لبنان روحي ودمي لقوى الأمن عزيزا أنتمي. كلمات العميد الله يرحمه الدكتور محمد ياسر الأيوبي رحمة الله عليه، لحنته أنا وغنيه كبير وديع بدون يرحمه. تفضل. فخروا في بلادنا
والعز في اتحادنا وعزنا أطوالنا والأرز لا تسل. يعني حسيت الكلمة شو؟ مضبوطة شايف؟ بعدين يعني معمول من حوالي قالوا شي 90 سنة جيبوه من تركيا ركبوا له الكلام العربي من الألحان الجازي نفس الشيء نفس الشيء السجود. يعني إذا بتقروه ما بقدر أقرأ كله بتلاقوا في صعوبة بمخارج حروف ومعاني. أنا بحب لحنه تركي سمعته أنا تركية أنا سمعته تركي ولكن ألصقت الكلمات العربية أو الكلمة العربية هلا نغط الكلمة بتكون هيك لأنه الكلمة لاحقة وين؟ صفت لاحقة اللحن لحن جاهز مغطوا اللحن مغط الكلمة بدل يكون العكس تماما اللحن في خدمة الكلمة ويفسر على انقياس الكلمة نعمل الكلمة بعدين نشوف صورتها بقاعة وجرسة يعني صوتها ونفصل اللحن على قياس الكلمة وليس العكس الحالة الجاهزة خربتنا قصة بالفصحى يا شباب خليها أكون موسيقى مجردة بس من دون كلمة عربية ولا تصلب الكلمة خاصة إذا كانت كلمة كمان قاسية بصير الكلمة مثل شو يعني مثل ما لها طعمة ما لها قيمة ما بيجوز يعني نطحن الكلمة العربية خدمة للإلحان الجاهزي لحن جاهز جريمة كبرى أوكي نطلع لي صخرة من الكبير سعيد عمرو حتى ما نطول اسمع وقته أكيد هاي اسمع كلمات الكبير سعيد عمرو اللي قال لي الشعر الفرق اللي هو اسمعوا يا ذا الذي استسمته أخصامه معقول يا لكم شعر غنائي تقبلوا أنتم؟
أنا بقى بتحضر. كيف النشيد الوطني؟ نفس الشيء. أوكي. فإذا ما دميت الشعر الغنائي عن الشعر الإلقائي، أنتم مش وافقين معي؟ قد 50-50؟ حلو. أوكي؟ فيكم هو لكم تضلوا معي. ذكر. بنكفي. مش هنطول بقى عليكم. في عندكم آراء أستاذ وديع صافي بتقروها على مهلكم، أستاذ منصور الرحباني، أستاذ زكي نصيف، بهمني تقروهم. تقرون كلمة. بضل في عندنا كم شغلة باللحن الماروني إذا بوافقني أستاذ جوزيف. الروم ما رح أدق فيه في للروم في للاتين. جابوا ألحان مثل ما قال حبيب أستاذ جوزيف، جابوا ألحان لاتينية وسريانية وتركية وركبوا له شو؟ كلام. شوفوا اسمعوا عندهم ورد هلا بيغضبوا علي ورد يغضبوا. مثلا عندنا صلاتك معنا، لحن صلاتك معنا، ساعدني. صلاتك معنا، كم دربه كم نبره؟ على ما على خمسة، على كلمة معنا. متفق معنا؟ هي تأثير الجيل البروتستانتي 100% سيدي. لحن موجود سيدي. لا الجيل البروتستانتي جابوا اللحن وركبونا على كمان زاد في الاستاذ. انت معي فقط وحبيبي يا حبيبي كمان بروتستانت جابوا لنا كل سويج ولافوجيرو لحن اسمه وحبيبي وحبيبي اي حال انت في هيدا عربي كمان الحجازي شو لزقوها الكلمه العربيه الفصحى عم نحكي فصحى عم نحكي كلمة فصحى نحن مش عارف لحن يعني كلام دارج او كلام عامي. وحبيبي وحبيبي اي حال انت فيه؟ بما انه اللحن جاهز شو صار بالكلمة؟ مغطوها. لو بتشوفوا عند اخواننا يعني اخواننا في عندك روم او اسود؟ انا روم. الالحان بيزنطية. تسمحي لي بس ايها بلش هون ممثلون ننتهي وين؟ بأمون. سامحيني سامحيني. أمون خيي أمون إلى بالمجد والكرامة كلمة أخرى. هي زبطة شوي معهم دكتور دكتور زيتوني هي زبطة بس هيدي أيها الممثلون الشيروبيين بنبلش هون ننتهي وين؟ بأمون. دكتور أمون عندك ما بتخلص. أنا عم بحكي عن العربي اللي انكتب على الألحان السريانية عربي صعب يعني بدك تكون دارس مدير واي يا يسوع ربنا يا نورا من سكن النور جئناك وقد العربي كل شيء العربي هني فكروا انه هيك بتصير في حرف مع حرف بتصبر حرام حرام يقدسوا اللحن جاهز ويحطموا الكلمه العربيه نحن هون عم ندافع عن شو؟ عن كرامة اللغه اللي عم اللغه الفصحى العربيه حرام ما هيك؟ يضل الموسيقى مثل ما هو او غيرك يحاولوا يضبطوا الكلمه على اللحن اللي جابوه. نحن من دعاة هالشيء انتم معي بالرأي. فاذا انا كثير سعيد انه انتم شوي فهمتوا علي اذا مش كثير انتم كثير فهمتوا علي لانه انا ضد الحاله الجاهزه انا واستاذ جوزيف مع انه الكلمه تكون بالاول تقروا رأي الاستاذ وديع، الاستاذ منصور، الاستاذ زكي نصيف انه الكلمه ويفصل اللحن على قياس الكلمه وكرامتها ونبرتها وايقاعها وجرسها حرام انه كلماتنا الكلمه تكون هيك لانه خدمه للحن تصير تضمها بالابدي وتصلب الكلمه بالنتيجه. انا برحب بكل السؤال في عندي كثير اشياء بس نظرا للوقت برحب بكل الاسئله اللي بتحبوا تقولوا لي اياها حبيبي حابب افهم رايك كثير بالنسبه لفكره انه الالحان الجاهزه بس بالنسبه لانه الشعر الالقائي والشعر الغنائي احيانا كثير في حالات الشعر الالقائي بتغنى وكان رايه ناجح يعني احيانا صابت احيانا صابت نفس الحال مش كل الشعر الالقائي بس مش كله مش مضبوط يعني مش دائما مش مضبوط حبيبي انا ماني ضد شو اسمه محمد انت محمد وعازف فلوت باك مهم محمد انا معك حبيبي مش عم بقول انا مش عم بعمي الحاله 100% بس بالاجمال يعني النشيد الوطني تصور من لما نزل عمي بس ثانيه انا اوكي بس عملوها بالشعر العامي
يا انا يا انا سنفري 40 لموزار يا انا يا انا انا وياك سنلقى في الغريب يا انا يا انا سنفري 40 لموزار بس بتشوف الكلام المحكي زبطت اوكي بس انا سنفري 40 سنفري 9 لبيتهوفن نشيد الفرح ركبوها لكلام السيد زي ما هي انتو بتقول انه يا مدى الله يسوع المسيح قام صمت احيانا بتزبط بس بده يكون واحد شو يعني يكون دقيق و ويكون يعني عارف شو عم يعمل اللي عم يوقع الكلمه الفصحى على اللحن الجاهز بده يعرف شو عم يعمل والا بتروح الكلمة بروح معناتها بتروح قدسيتها وبروح إيقاعها ونبرتها وجلسها شو ما بدكم شو ما بدكم بتروح خدمة للنحن المستورد عم يجيبوا ألحان تركية وهندية هلا ومش بعرف كيف بعرف وبركبوا لك كلام فصيحة وين كارثة بصير كأنك أنت عم تسمع حالك شو بالهند أو بتركيا أو ما في يعني يخليها موسيقى مجردة أنا معك بس إنه تحط كلمة عربية نحن بنحكيها وبيحكيها 200 ما بعرف كم مليون عربي احترموا الكلمة العربية، احترموا الكلمة الفصحى. وقت كنت تعملوا شعر غنائي بده يكون له كرامته، يعني يفهم مخارج حروفه، إيقاعاته، معانيه، يكون يحفظ تيدوم وإلا ما بينحفظ. بصيرتوا على رأيي. أنتم من رأيي أو ضدي؟ أوكي. أنا كنت سعيدا جدا بما سمعت. وأقول أنني عرفته مرة واحدة رأيته قليلا لكنني أحببته كثيرا يعني عندما وضع يده الأستاذ فرانسيس على الجرح عناني الجرح وعناني ما قاله لأنه في الواقع هذه المرة الأولى التي أتمعن فيها بالنشيد الوطني لم أكن أشرب على أن أتقرب منه حتى أكون ناقلا شجعتني على ذلك. يبدو لي أنا الآن لا أعترض على النشيد بوصفه نشيدا ولا أعترض على الوطن الذي قيل فيه هذا النشيد لكنني أعترض كما اعترضت أنت على هذا السبك على هذا النظم في الأصوات اللغوية وأنا أستاذ مادة صوتيات بالجامعة اللبنانية كنت أستاذا الآن تقاعدت طول يوم يشرفني أن أكون أستاذاً في الليليو والجامعة اللبنانية بالجامعة اللبنانية الأمريكية. في هذا الكلام يذكرني بمص السفرجل. يعني كل مصة بغصة. ما بعرف إذا كان المثل هيك كل مصة بغصة ولا كل عظم ما بعرف بشو. بس صدقوني عندما قرأت مثنى وثلاث الفقرة الأولى أو رباع أحسست بحشرجة بحنجرتي. أنا محشرش في الواقع لكنني ازددت حشرجة عندما قرأت هذا المقطع لكثرة ما تزدحم فيه من أصوات قريبة المخارج أو متحدة فيها انظروا معي بالجديد إذا شئتم وإلا فاسمعوا إذا أردتم بالمقطع بصدر الكلام كلنا ابتدأ الكلام بالكاف ثم ليس ببعيد عنها أتانا بالقاف في القلم كي قا قا كي حاولوا أن تنطقوا بهذين الصوتين تحسون كما أحس الآن بعبء لا يطاق لأنهما قريبان القاف من اللهات نفسها هذه اللويات بالفرنسي وهذيك حد منها لا يفصل بينهما إلا شعرة يعني أكثر ارتقاء من شعرة معاوية كانوا عم بيخبطوا بعضهم فكيف بهذا الاجتماع الثقيل قلت الثقيل صوتيا ما عم بحكي عن صوت ثقيل وصوت خفيف ومهضوم عم بحكي على أصوات تزدحم في مخرج واحد نعرفها نحن الذين نعمل في الصوتيات نعرفها بأصوات الحلق وهي القائمة بين ما قلته الآن اللهات فوق 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 وما نعرفه بالحنجرة هذه هذا البارز النتو في ستة أصوات يعرفها أستاذي جيدا الهمزة والهاء وتعرفونها أنتم بعتذر الهمزة والهاء من الأسفل أعلى ذلك الحاء والعين هذه البحة التي في العين وهذه بتبين ثقيلة ثم في الأعلى الخاء والغين لاحظوا في مستهل الكلام كلنا للوطن ثم أتى للعو ثم كرر العين كأن ثمة اجتماعا لعينين اثنتين من مخرج واحد
وزاد الطين بلة، أنه بالبيت الذي يلي مباشرة قد كرر العين نفسها في كلمة عين. وما قلت في هذا الموضع في هذا المقام أقوله في مقامات كثيرة غيره. لاحظوا مثلا الشيخ هنا والفتى عند صوت الوطن الصاد من أحرف الأطباق، راح أفتص وأقول صاد وضاد وراء بعضهم لأنه مشرق الهواء أخفض في موضعين اثنين، وأقول هذا من اختصاص أهل الصوت الملحنون، يعني اختصاص الملحنين. الصاد خلص لسانة عب الفم في الداخل، تجويف الفم. إذا كان الصوت الواحد من أصوات الإطباق يعني يملأ الفم، فكيف بالصوتين متتاليين في توالي لصوت الصاد في الصوت، ثم توالي له وللطاء صوت الوطن بكلمة أضيفت إلى صوت لا يقف عندها المنشد أو القارئ أو المغني، هو مجبر على أن يقرأ بالكلمتين مجتمعتين من دون أي رياحة من دون أي بوز. بعدين لاحظوا الواو بصوت، بعدين كررت مرة ثانية صوت الوطن، ولاحظوا التاء بصوت، التاء من مخرج الطاء الله أكبر، يعني مجازا أقول هذا الكلام أعذروني. بعدين القاف القاف شرقنا قلبه كذا كذا، هذا مدني يعني متعب، خلافا أن أعارض قليلا ما تفضلت به بقصيدة نزار أباني يلي هي في من أين يا ذا الذي سعيد عقل، ما أي صفحة ما بعرف بليز 133 يمكن. هون لا تزال المشكلة قائمة، بس رب الشعب يعني سعيد عاد يعرف كيف يهرب منها. أنا عندما قرأت من أين، هيدي الياء حرف كتير حرف يعني لين، مثل الحركات. هيدي النون من أسهل الأصوات، اللهم إلا إذا تكررت متتال. هون في ابتدت بالهمزة، تعب شوي ريح نفسه بأن أتى بالياء ودعم الياء بصوت أغن جميل جدا، فصوت الموسيقى مقبولة مش مقبولة صارت رائعة. كل ثقل الهمزة قدر عليه أو قضى عليه صوت أسنان هما الياء والنون، عم يخفف أكثر. أتى بالياء مرة ثانية، من أين ارتاح ولا ما بيرتاح؟ عم بكفي من أين إنه الجملة ولا بيوقف؟ ما بعرف، بس المهم أين الياء النون؟ الياء والألف هيدا انتهى من المشكلة. كانت المشكلة الأكبر باجتماع ذا والذي، لكن بما فصل بينهما أيضا هذه الحنكة، هاي الحنكة للناظم التي تريح المستمع المتلقي وتريح المنشد، أنه إذا كان ثمة استثقال لذلين اثنتين توالتا يعني بالبل، لكن هون ثمة ما فصل بينهما، كمان ما فصل بينهما هو صوت الألف، هو حرف مش حرف علة، هو ستين فيال، يعني ستين فيال، ستين فيال لون، إنه حركة طويلة مش حركة قصيرة إنه بنمرق عليها مرور الكرام للقيام. يعني هيدا الحركة، هيدا الدراية بالتأليف، هيدا مريحة لكل من يغني. لاحظوا استسقط يا من أين يا ذا الذي استسمته، لم تعجب ما استسمته، قطع الكلام في بوز أنتان يعني مقطع داخلي في كذا، وهذه هي الوسيله الناجعه اذا كان الكلام ثقيلا بان يتخفف منه، بان يعني يكسر من هذه الاحرف المريحه عانت بها احرف المال والاحرف الزلاق النون واللام والنون. انا اتعبتكم بما قلته، ولا سيما انه صوتي بشع كثير، انا مصاب بحشره جاءتني من بيروت، لكن لغايه في نفس يعقوب انا عبد الفتاح الزين. يا سيدي استسمتوا أصلاً سيد الكبير في الصفحة المضيئة بتاريخنا وغنائنا، الله يطول بعمره. لو أشبعوا حرف المد بعد أمر أستاذنا وحبيبنا، لا خير حبيبنا، لو أشبعوا حرف المد، لو أشبعت المد الحرف الألف والواو والياء، يعني خصنا من أين يا ذا الذي استسمت، كانوا توضحوا هونيك مع أنه
صعبين وحروف صفير وراهم. بقى هي كيف غنتهم؟ ما انت رأيت حتى يمكن معنو الرحابني كانوا عمالقة. كان قال لي سعيد عقل قال لي قلت له ما يلحنوا صعبة لحنوا غصبا عني. الشعر الفاخر لا يغنى. غنتها بهالشكل ست فيروز. من أين يا زلازي استسمعت والحرف ألف؟ أكلته. لو ردت عليه أشبعته كانت ردت حروف بقية حروف. كتاب رامي بيطير بطول. صعب عليا كثير. أنا شخصيا بشكركم على ذوقكم ولطفكم واستقبالكم إلي الليلة لأنه حسيت هيك بحالي بين أهلي وبين حبايبي. بشكر دكتور عبدو، دكتور زيتوني، دكتورة أبيوني، حبايب كلهم، دكتورنا حبيبة اللي عملوا مداخلة كمان. وجودكم الحلو اللي أنا فرحني وأسعدني، نساني شوي حزني على خيي. بس وديع منك وديع بقربنا كلنا بعده ما هيك؟ بجامعة الروح القدس الكاثوليك وبالمعهد الوطني العالي الكونسرفاتوار والمعهد العالي بأكاديمية الشرطة بمصر. تزوج إليا سنة 1976 يوم عيد الموسيقى من جندارك مطر، والله رزقهم بثلاث بنات شانتال ماريبال وكريستال. تخرج إليا برتبة ملازم من المدرسة الحربية بكانون الأول 1977 وتابع دورات بقيادة الأوركسترا العسكرية والسيمفونية بمصر الأردن وفرنسا. تولى قيادة موسيقى الأمن الداخلي من سنة 1978 حتى سنة 2006 حيث أعاد تأسيسها بعد الأحداث اللبنانية وانطلقت بفضله نحو آفاق جديدة وطنية اجتماعية وتربوية. حاز إليا فرانسيس على ماجستير في العلوم الموسيقية من جامعة الروح القدس الكاثوليك سنة 1988 وحاز كمان على دكتوراه دولي في الآداب من الجامعة اللبنانية سنة 1996 بتقدير جيد جدا بعنوان الشعر العربي المغنى دراسة تحليلية لموسيقى الشعر. هذا الرجل الظاهرة هل هو الأمن العام، أمن الدولة والجامعة اللبنانية.
لإعجابه الشديد بكيفية عزف النشيد الفرنسي المرسياز. نشيد وطني جديد بوجود كل ان شاء الله يسمع. Thank you.